الصحفي الأمريكي ويليام آرثر بيصنف المعلمين في كذا نوع، وبيقول إنه المعلم المتوسط يخبر، والمعلم الجيد يشرح، والمعلم المتمكن يبرهن، والمعلم الرائع يلهم. أما الشاعر والفيلسوف جبران خليل جبران فبيقول إنه المعلم الحكيم بحق هو من لا يجبرك على دخول بيت حكمته، بل بالحري يوجهك نحو عتبة ذهنك. برضو جبران خليل بيقول إنه الصالح هو ذلك الذي لا يفصل ذاته عن جميع الذين يحسبهم العالم أشرارا. طب يا ترى انتوا ايه تفسيركم لكلمة المعلم الصالح؟ خليكم معانا عشان نعرف اكتر. هو مين؟ هو مين المعلم الصالح؟ اسم من اسماء المسيح المعلم الصالح. واذ واحد تقدم وقال له: ايها المعلم الصالح، اي صلاح اعمل لتكون لي الحياة الابدية؟ في متى 19:16. المعلمون انواع. في معلم جاهل، هو ما يعرفش هو بيتكلم عن ايه. في معلم متكبر يستغل مركزه عشان يشتهر وعشان ينال اعجاب المستمعين. في معلم طماع بيستغل تعليمه ما يدوش كله في الفصل، فناس تجيله دروس خصوصية، مستغل. في معلم رديء تندم انك قضيت وقت عشان تسمعه هو عايز يقول ايه. في معلم أناني مش عايز حد يستفيد من المستمعين بتوعه، هو عايز يستفيد من المستمعين بتوعه، هم يستفيدوا منه. لا، في بقى الله المعلم الصالح اللي منه بنتعلم ونستفيد وننال تسديد احتياجاتنا، ونتمنى اننا نتعلم منه مرة تانية، نقعد عند رجليه بس نتعلم. انا عايز اسيب معاك فكرة، انت مش عايز انك تتمثل بالمسيح المعلم الصالح فتكون حياتك كلها تعليم صح، تعليم مش أناني، أبذل مجهود في اللي أنا ناوي أعلمه للناس. خليك معلم صح، خلي الناس تقول الراجل ده بتاع ربنا. أنت تابع مين؟ أنت بتصلي إزاي؟ بتصلي فين؟ خليك تحدي، وخلي المسيح يعمل منك قدوة، وخلي المسيح يعمل منك مدرسة اللي حواليك يتعلموا منك من كتر ما أنت معلم صالح. المسيح المعلم الصالح، المسيح معاك. هو مين؟ هو مين؟